وزارة الشباب والرياضة راعية لكل شباب مصر في كل مكان وفي كل مجال، وهي إحدى شركاء النجاح في هذه المسابقة. أقدم لحضراتكم معالي السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرف لي ان انا اكون موجود زي كل سنه في وجود معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، الحقيقه اللي دايما بيثري الحياه في مصر الدينيه والثقافه اللي مبنيه على رؤيه وسطيه في التعليم وايضا الانشطه المختلفه الدينيه. الحقيقه في مجلس الوزراء كل الشكر والتقدير لسيادته على هذا العطاء، وكان بالأمس القريب أيضا مسابقة دينية كبرى عالمية في القرآن الكريم، هكذا تكون مصر. وأيضا في وجود فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وفي ضيافة كريمة للأخ العزيز، ويعني يسعدني أن أقول دائما والصديق معالي اللواء أركان حرب عادل الغضبان، كل الحضور الكريم. في الحقيقة بيشرفني ان انا اكون موجود في يوم، ودي السنة الثانية والتالية على التوالي اللي نكون فيه في هذه المحافظة الباسلة، محافظة بورسعيد، ودايما بنيجي في احتفالين كل سنة، يمكن في دورة أولمبية للشركات وفي هذا السباق العظيم للقرآن الكريم. بنستضيف السنة دي من خلال المحافظة ويعني معالي الوزير المحافظ ونائبه وكل القيادات التنفيذية 66 دولة في التسابق. الحقيقة ده بيدي بركة في شهر كريم، شهر رجب، وأيضا بيسبق شهر شعبان وشهر رمضان. يعني احنا في أيام مباركة، وأيضا بالتصادف مع ليلة القدر فهي بركة أخرى. والحقيقة كوزير شباب احنا استمعنا النهاردة إلى إرث من التراث مرتبط بالحاضر والمستقبل، ما بين الغنى والمقام استمعنا إلى الإنشاد الديني. الحقيقة أصوات طافت بينا وراحت من الشيخ نصر الدين طبار بإرثه الكبير جدا، اللي كلنا دايما قبل صلاه الفجر كنا بنستمع ونستمتع لصوته العظيم، وايضا صوت النقشبندي اللي شفناه في رائحه الشباب وهما ينشدوا من كافه الدول. الحقيقه حاجه نعتز ونفتخر، وايضا طاف بنا القارئ الشاب الى صوت ملائكي محمد صديق المنشاوي. الحقيقه فكرنا بعبق جميل من مصر الحقيقة في القرآن وفي الإنشاد، وده اللي بتحتله هذه البركة في الأصوات وفي هذا الجمع اللي بيجمعنا فيه الذكر، والذكر تحفه الملائكة، وأزعم أن هذه البركة تحفها الملائكة في محافظة بورسعيد. كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله عقبال كل سنة ونكون موجودين في هذا الجمع الكريم. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.